إذا الخطوة الأولى حطينا المشاهدات، جمعناهم، قسمناهم على عددهم، طلع معانا سين بار اللي هو الوسط الحسابي. بعدين ببدأ أنقص كل واحدة من هدول المشاهدات من الوسط الحسابي. 22 ناقص 24 سالب 2، 27 ناقص 24 3، 32 ناقص 24 8، 27 ناقص 24 3، 13 ناقص 24 سالب 11، 23 ناقص 24 سالب 1. عشان أتأكد إن حلي صح بجمع هدول، إذا جمعتهم وطلع صفر فحلي صح، إذا جمعتهم ما طلع صفر فمعناها أنا عندي واحدة من الطرح غلط. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بربع هاي الإجابات. سالب 2 تربيع 4، 3 تربيع 9، 8 تربيع 64، 3 تربيع 9، سالب 11 تربيع 121، سالب 1 تربيع 1. بجمعهم بيطلع الجواب 108. قانون الانحراف المعياري عبارة عن جذر جواته هذا المجموع تبع س ناقص س بار تربيع، تمام، على عدد المشاهدات بس بشيل منها واحد، يعني هي 1 2 3 4 5 6 مشاهدات، بنقص واحد بصير 5، تمام. هلا التباين هو الانحراف المعياري التربيع، طبعا لما اربع بيختفي الجذر فبضل عندنا ما بداخل الجذر. اجنا آمس، ما فهمت كيف طلعت اللي بالنص؟ هدول طرحت هاي من هاي، شو 22 ناقص 24 طرحتي ايش من ايش؟ 22 ناقص 24. طب ليه 24؟ لأنه السين بار هي الوسط الحسابي، فرحنا عم هيو سين ناقص سين بار. انتي اول اشي طلعتي سين، هاي هاي سين، بس هيهم هيهم شايفتيهم، بس فرغتهم بالجدول. اوكي، بعدين طرحتهم من الوسط الحسابي. ايش ال 144 على 6؟ مجموع المشاهدات على عددهم اللي هو الوسط الحسابي. اوكي، يعني مجموعهم هدول على عددهم طلع 24، 24 بنقصهم 22. 22 ناقص 24 هيك، لا 22. اوكي تمام. تو. طيب هلا بهاي الطريقه بطلع ايش اسمه الانحراف المعياري، وتربيع الانحراف المعياري بيطلع التباين. هذا كله لإشي اسمه ايش؟ البيانات المفردة، تمام؟ هلا هذا كله على فكرة انتوا اخذتوه بسابع. ميار انا عم بشيل الميوت وانت ما عم بتشيلي من عندك، ففي مشكلة من عندك. بس لا لا، ما كان يشيل من عندي اصلا، يبعث لي هاي ال انا كل مرة عم بعمل هلا شعر. ايه؟ مش بدي احكي لك. هلا التباين احنا طلعناه 208 حسب المجموع بعدين على 5 اللي هو ايش؟ لا ولا شيء ولا شيء، شايفه هاد بربعه بس. لا التباين، التباين التباين هو تربيع عين. بس الخمسه ايش هاي؟ عدد ناقص واحد، عدد المشاهدات ناقص واحد. اوكي تمام. طيب نروح للمجموعه الثانيه، رح نطلع نفس الاشياء، إشي اسمه الوسط الحسابي، بعدين المدى، بعدين الانحراف المعياري، بعدين إيش بضل؟ التباين، تمام؟ هلا أول إشي بدنا نتعلم نطلع الوسط الحسابي. هلا الوسط الحسابي هو عبارة عن شو قانونه؟ مجموع نواتج ضرب مراكز الفئات في تكرارها. شو يعني هذا الحكي؟ معناه إن أنا أول إشي بدي أحط الفئات، يعني العلامات اللي من 4 ل 8 بدي احطهم هون، من 9 ل 13 بدي احطهم هون، 14 ل 18 هون، وهكذا. بعدين تحت جنبهم بحط التكرارات اللي هم هدول. هلا مجموع التكرارات هي اصلا هم معطينا ان هم 30 طالب، تمام. هلا مركز الفئه القانون عباره عن هذا زائد هذا على 2، هي الحد الادنى زائد الحد الاعلى على 2، فبجمع 4 زائد 8 12 على 2 6، 9 زائد 13 22 على 2 11، وهكذا طلعت مراكز الفئات. هلا ما بجمع مراكز الفئات لانه ما بفيدوني. بعدين الخطوه اللي وراها بضرب كل مركز فئه في تكرار، 6 في 5 7 في 11 16 في 4 كذا كذا، خلصتهم. بعدين بجمع هدول كلياتهم بيطلع معي 525. هاي يا جنى. آمس، قولي. ما فهمت كيف طلعتي مركز الفئة. بجمع هاد الأربعة مع الثمانية
نقسمهم على اثنين. يا اثنين. هو هيك القانون. تاع الحد الأدنى زائد. أوكي. تمام. طلع. أوكي أوكي. طلعت مركزي في أبداً ضربته بتكراره وجمعت. أوكي. هلا هذا المجموع، هذا المجموع راح أقسمه على عدد التكرارات اللي هو 30. بطلع الجواب 17.5. هذا عبارة عن طريقة إيجاد الوسط الحسابي. هلأ المدى إلى طريقة خنفشارية شو هي؟ الفكرة إنه زي كيف أنا بدي أخذ من أصغر واحد شوي وأزيدهم على أكبر واحد، هو هيك فكرته. الثلاثة وثلاثين ونص رح تصير 33، رح تصير 33.5، والأربعة رح تصير 3.5. يعني أصغر واحد بنقص منه نص وأكبر واحد بزيد له نص، بطرحهم من بعض بطلع جواب 30. هذا هو المدى. تمام؟ هذا اسمه، شوف القانون تبعه شو اسمه، الحد الفعلي الأعلى والحد الفعلي الأدنى. تمام؟ طيب هذا كله لحد هون اللي تعلمناه الحصة الماضية. هذا السؤال نفس الفكرة، حطينا الفئات، حطينا التكرار، طلعنا مراكز الفئات، ضربنا كل فئة مركز فئة بتكراره، طلع معنا مجموع. هذا المجموع اللي طلع معنا بقسمه على عدد التكرارات بطلع الجواب 17. اما المدى رح يطلع 24.5 ناقص 9.5 يعني 15. تمام. طيب في حدا عنده سؤال هلا؟ هذا اللي حكيناه الحصة الماضية. في حدا عنده سؤال؟ ماشي، ننتقل للفكرة اللي وراها اللي هي الانحراف المعياري للتوزيعات التكرارية. تمام؟ شوفوا معي، شوف القانون. القانون عبارة عن زي كأنه بدي أجمع كل مشاهدة تربيع ضرب تكرارها ناقص نون اللي هي عدد التكرارات ضرب سين بار تربيع يعني مربع الوسط الحسابي على النون ناقص واحد. هلأ لما نشوف كل هذا القانون نصير نلطم إنه شو هذا كله يعتبر، بس لما نقسم كل هذا بجدول بصير كتير سهل. تفرجوا معي الجدول شو راح يكون فيه. أول إشي الجدول راح يكون فيه الفئات، تمام، هيهم. ثاني إشي راح يكون فيه التكرارات، هيهم. ثالث إشي راح يكون فيه إشي اسمه مركز الفئة، وإحنا بنعرف نطلع مركز الفئة. ليش بدنا نطلع مركز الفئة؟ مركز الفئة بدنا نطلعه لسببين. السبب الأول عشان أحسب الوسط الحسابي، والسبب الثاني عشان أحسب الانحراف المعياري. تمام؟ مركز الفئة اتفقنا كيف نطلعه؟ يلا مين يجاوبني؟ يلا فرح. الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على 2. يلا طلعي لي الأول كم بيطلع؟ 1+3=4 على 2=2. 2. طيب يلا 4. شمس، شكرا فرح. أوكي. شمس مركز الفئة كم راح يطلع؟ 4+6=10 على 2=5. 2=5، برافو. ميار الثالث. سبعة زائد تسعة على 2 يلي هو 16 على 2 8. 8، برافو. آية. بس الصراحة مش كتير فاهمة، لازم أقعد أدرس على حالي. آية إمتى إن شاء الله؟ بس اليوم اليوم. اليوم لأن بنقدم امتحان فيه قريبا. يلا أوكي. آخر الحصة بنتفق إمتى بنقدم فيه امتحان. أوكي. يلا شمس أعطيني آخر واحد. 10+12=22 على 2=11. طلعوا 2، شكرا ياسمين. طلعوا 2 5 8 11. نجمعهم؟ في داعي أجمعهم يا شمس؟ في داعي أجمع مراكز الفئات؟ مراكز الفئات لا، هدول بجمعهم لا، ما في ابدا اي داعي اجمعهم. تمام. طيب هلا نيجي للعمود اللي وراء. العمود اللي وراء اجود بدي احل. يلا العمود اللي وراء رح يكون تا ضرب سين. يلا قولي تا ضرب 2 8. 8
احنا بكل من يعني؟ نعم. اوكي 7 ضرب 5 35 35 6 ضرب 8 ايوه طلعت طلعت 8 48 40 33 بعدين 33 تمام ممتاز 33 هاي طلع معنا. طب شو بنعمل فيهم؟ نجمعهم. شكرا جود. وين بنستخدمهم بس نجمعهم؟ اه ياسمين بس ليه ما كنت مخليتني ادخل يعني دخلت من تليفون ثاني عشان يزبط؟ مو انا اللي ما كنت مخليتك تدخلي، كان في مشكله عندك. اعطينا انه الهوست اللي هون مش راضي يدخل. ما طلع معي ولا مره انك طلبتي تدخلي. هلا طلع هل لا اه لانه دخلت من تليفون ثاني بس بتكوني عم بتدخلي الرقم بطريقه خطا او في مشكله عندك بس لا دخلت صح والباسورد صح بس كان يعطيني انه الهوست مش راضي يدخله. كيف يعني؟ طب ليش ما دخلك يعني؟ ليش هلا دخلتك وقبل ما دخلتك؟ ما بدي يعني هيك مش راضي كان. طيب اه شمس يلا ليش بنطلع تا يلا قولي لي ليش بنطلع تا ضرب سين؟ أنا نقسم 124 على 20 أيوة. عشان نطلع 104 برافو عليكي. بقسم 124 على 20 فبيطلع معي الوسط الحسابي. طيب خلينا نعبي الجدول نكمل تعبئة الجدول. يلا رانيا. اوكي هلا سين تربيع اللي هي 4 4 2 تربيع 4 25 تمام 64 تمام و 121 اوكي 121 هيهم. بعدين شو راح اعمل؟ راح اضرب تا ضرب سين تربيع ضرب سين تربيع. شو بيطلع عندي؟ 4 4 اه يلا اوكي 4 في 4 16 7 في 25 الحين راح اساعدك الارقام اه بالضبط 175 384 363 بيطلع المجموع كم؟ 938 938 ممتاز. شوفوا معي هلا هذا العمود راح استخدمه بالوسط الحسابي 124 على 20 بيساوي 6.2 وأنا قربتها لستة عشان أسهل عليكم الحسابات تمام؟ ممتاز. بعدين العمود هاد شايفينه؟ هذا العمود رح يكون عبارة عن تطبيق للانحراف المعياري. احفظوا كيف بدي أستخدم هدول العمدان بالانحراف المعياري عشان ما تقعدوا تحفظوا القانون هيك صم. يعني بدل ما تقعدوا تحفظوا القانون بهذا الشكل ازاي هلا بدل ما تقعد تحفظ القانون هيك انت اعرفي الجدول شو لازم تعبي فيه وشوفي كل مره شو رح تاخذي من هذا الجدول. شوفي معي اول إشي اخذت تا ضرب سين تربيع تمام هاي حطيتها هون ناقص 20 20 هي ايش مجموع تكرارات هدول ضرب الوسط الحسابي تربيع على مجموع التكرارات ناقص واحد تمام يلا نحكي مع بعض. اول إشي هذا العمود تبع تا ضرب سين تربيع ناقص 20 اللي هو هاد اوكي ضرب سين تربيع صاد لحظه 6 تربيع اللي هي سين بار تربيع على 20 ناقص 1 وبحسبهم بيطلع 118 على 19 تمام. هذا مين الانحراف المعياري تمام. طب التباين تربيعه يعني بدون الجذر اتفقنا. طيب في ناس عندهم أسئلة آه ميار آه مثل لا كنت بدي أجاوب. طيب آه جنى بس ما فهمت إيش الستة تربيع اللي هي السين بار هاي أوه حطيتها الستة تقريبا أوه تمام تمام أجود بس هلأ مش القانون فيه على اثنين اللي هو مجموعة تكرارات مركز الفئة قصدك؟ لا على نون مش بكون مجموعة تكرارات اه نون ناقص واحد القانون مش نون هاي افرجيكي نون ناقص واحد اه نون اه صح عشان بس اي واحد بحط ايه تا هاي مجموعة تا هدول ناقص واحد بطلع 19 يعني دائما تا اه أوكي. تمام؟ طيب يلا رح اعطيكي وقت شوي
تفكري بهذا الجدول. يلا عشان نحله مع بعض، اوكي؟ يلا أجنى. نسيت أنزله. تمام. يلا اشتغلوا بهذا الجدول. أول إشي انقلوا هدول الجدولين عندكم عشان شو اسمه أرجع لكم للقانون. يلا. أنا ريم. بس رندا بتحكي لك المايكروفون مش ضابط عندها. أوكي. يلا بدي اياك تجربي عندك. يلا نبدأ. يلا يا فرح، ايش كان السؤال بده؟ كان بده التجميع والتغليف. هلا في عنا قسمين في مصنع، زي كأنه في عمال اسمهم عمال التجميع وعمال اسمهم عمال التغليف، وعم بيحكوا لنا قديش اجورهم اليومية. تمام. هلا من 4 على 6 دنانير 5 عمال، ومن 7 على 9 دنانير 3 عمال، ومن 10 ل 12 2 من العمال. وهون من 3 ل 5 4، من 6 ل 8 4، ومن 9 ل 11 كم؟ 2. 2. ممتاز. طيب هلا بدي اعمل جدول يا فرح. اول شيء ايش الجدول لازم يكون فيه؟
يلا مركز الفئة. استني أول إشي إيش اسمها نسيت اسمها. الفئات. الفئات بعدين التكرار. التكرار بعدين مركز الفئة. بعدين مركز الفئة رح أسميه سين. بعدين تا ضرب سين. بعدين شو اسمه تا ضرب سين تربيع. تا ضرب سين تربيع ممتازة. يلا أوكي أنتي معي. الفئات أول إشي من 4 to 6. 4 to 6. بعدين 3 to 5. 3 to 5. مش شايفة أنا. 10. لا من 4 to 6 ومن 7 to 9. 7 to 9. تمام. ومن 10 to 12. برافو عليك. يلا كان التكرار 5 and 3 and 2. يلا أوكي. هلا 4 + 6 = 10 تقسيم 2 = 5. تمام. فمركز الفئة الأول كم؟ مثلا بس أكتب لون ثاني عشان نميز بين المعطيات واللي طلعناه. يلا هنا 5 طلع مركز الفئة. الثاني 8. الثاني 8. الثالث 11. والثالث 11. تمام. هلا السؤال مضطرة أجمع هاد؟ لا. طيب تكرار. مضطرة أجمع التكرار؟ كم؟ 10. 10 ممتاز. طيب شكرا فرح. كم لي شمس؟ اوكي هلا بضرب التكرار بالفئه 5 × 5 = 25. 25. 3 × 8 24. 3 × 8 24. 24. كان في عمود نقصناه بس بنقدر نعمله 2 × 11 = 22. لازم اجمع هاد عشان يلا. اطلع الوسط الوسط الحسابي. برافو. يلا 5 و4 9 و2 11 2 3 4 5 6 7 يعني 1 و7. شكرا شمس. يلا رانيا. اوكي هلا بدنا التكرار. ثاني هو في عمود سين تربيع فانا راح اكتب سين تربيع هون صغيره بعدين. يعني هل بدي احل سين تربيع؟ يلا اعطيني سين أوكي. تربيع. 25. تمام. 64. تمام. 121. 121. يلا هلا بدك تضربي هذا العدد في أوكي. التكرار. التاء 5 × 25. 125. 125 و8 × 3. لا مش 8. لا سوري 64 × 3. تمام. قد ايه بيطلع الجواب؟ ثاني لأنه لسه ما حليتهم. يلا 3 × 4 = 12. 3 × 4 = 12. 3 × 2 = 6 و1 = 7. 6 + 7 = 72. 72. و121 × 2. 2 × 1 = 2. 2 × 2 = 4. 4 × 2 = 1. اوكي 2. تمام. يلا 242. 5 اوكي 5 6 9 2 7 8 9 10 11 12 13. ليش 2 4 و7 و2. اوكي 4 و7 و2. 4 اوكي 7 8 9 10 11 12 13. تمام. اوكي تمام. 1 2 3 4. ممتاز. اوكي ممتاز. مين بده يعوض بالقانون معنا؟ اي رهف ما بدي تفتح الماما. ما بسألك 64 × 392 مش 72. 64 3 × 64. اوكي 3 × 4 = 12. 3 × 6 = 18. اوكي هون 19. ماشي تمام. فبصير عنا 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5. صح هيك بيطلع. يلا حدا يجمعهم على السريع. راح فيك طلع لحظة شوي مش أحسن. 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5. 559. شمس هيك طلع معك؟ صح. تمام ممتاز. بس أحل. يلا هلا أول إشي بدنا نطلع إيش؟ سين بار. صح؟ أوكي يلا سين بار. أوكي
هي 71 على 10 اللي هي مجموع تافهين على مجموع التكرارات تطلع تقريبا 7.1 وانا راح اقربها ل 7 عشان ما نعد نضرب كسور. يلا بس احكي القانون هذاك الجديد. اسمعي على السريع بس اشري لي شو الرقم اللي بدك تاخذيه. يلا هو جذر بعدين هو جذر تاء في سين صح؟ لا خليني ارجع احط لك اياه اذا هيك تاء في سين تربيع دقيقه احط لك اياه. هيا اول شيء سين تربيع في تاء مجموع سين تربيع في تاء اللي هو هذا اللي هو سين تربيع في تاء اوكي اللي هو 509 او 559 يلا ناقص ايش هي مجموعة التكرارات ايش كانت 10 او 71 يلا كم كانت 71 مجموعة التكرارات 10 تمام يلا بعدين في سين بار 7 تربيع سين بار تربيع اللي هي 7 تربيع على 10 ناقص 1 على 10 ناقص 1 يلا فكفكي معي اوكي فكفك طب بس ارجعي للهان يلا للورقه تمام يلا اوكي يلا خلينا نحسب على جنب عشان نحط الجواب النهائي يلا نبلش بالضرب 550 ناقص 10 في 49 كم بيطلع 490 تمام كم بيطلع الجواب 9 9 5 نطرح اوكي استلفنا لهاي كم بيطلع 6 و2 69 صح يا رهف 69 269 لا مش 200 احنا من هون نستفيد 69 تمام ممتاز أوكي. تمام هلا بعدين هذا صار 69 على كم 10 ناقص 1 يعني على 9 على 9 ممتاز يلا نرجع نعيد الخطوات على السريع شو عملنا قولي لي يا شمس شو اول خطوه اوكي من اول يعني اوكي اول شيء طلعنا الفئات من طرحنا حطينا طرحنا الفئات لا ما طرحنا الفئات فطلعنا مركز الفئات لا ما طرحنا ركزي جمعنا جمعناها الطرفين تبع الحد الاعلى الحد الاعلى وقسمناهم على 2 ممتاز طلع عندي مركز الفئات بعدين ضربنا تكرار بمركز الفئات تمام اوكي بعدين طلعنا الوسط الحسابي ولا ما طلعنا لا قبل ما نطلع احنا عبينا الجدول بعدين طلعنا الوسط أوكي. الحسابي بعدين ضربنا هو الضرب ربعنا مركز التكرار في مركز الفئات ربعنا جوابهم تمام اوكي بعدين طلعنا مجموعهم بعدين طلعنا الوسط الحسابي ما ربعنا جواب كامل احنا ضربنا تا ضرب سين تربيع بس سين اللي تربعت اوكي تمام يلا هلا رح اعطيكم مجال تعبوا الجدول الثاني اوكي يلا سامي بدنا نطلع التباين لانه هو اصلا السؤال طالب التباين كم يا شمس التباين تباين شو اعتقد استني بس الحد لا لا أعلى. ياسمين قولي مش عارف 69 على 9 بدون الجذر 69 على 9 بدون الجذر برافو عليكي تمام يلا بدي اعطيكم مجال تعمل الجدول الثاني هبدي ارجع لكم على السؤال
يلا رفل. أول إشي نكتب الفئات. أول إشي نكتب الفئات اللي هم 4-6 و7-9 استني هدول مختلفين. 3-5 و6-8 و6-8 أوكي. 9-11 و9-11 تمام. بعدين نكتب التكرار. كم تكرارهم؟ 4-4-2 2 كم مجموعهم؟ 10 10 ممتاز تمام. بعدين بنطلع مركز الفئة. بنطلع مركز الفئة يلا. بطلع 4 أول وحدة. أول فئة رح يطلع مركزها 4 والثاني 7 والثالث 10 10 ممتاز شكرا رفل. يلا رؤى. أوكي بس هلا شو اسمه تقدر اللي هي مركز الفئة أول واحدة 4-4-16 ثاني واحدة 4-7-28 تمام ثاني واحدة 20 ثالث نجمعهم هم بيصيروا 48-16 شوي بس أربعة وستين ثمانية وستة كم؟ يلا نجمع مع بعض ثمانية وستة أربعتاش واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة أربعة وستين شكرا رؤى. يلا منى. أوكي هلأ بدنا سين تربيع يلا. اللي هي 16-4-16 أوكي وتسعة وأربعين ومية. تمام 49 ومية ممتاز. أوكي هلأ الطافي سين تربيع. تمام استنى شوي 64 64 هيا أساعدك 49 في 4 أوكي هبتطلع 196 أتوقع 9 في 4 36 16-17-18-19 196 تمام أوكي والمية اللي هي 200 والمية احنا نضرب ضرب 10 200 لحظة احنا عم نضرب تا في سين تربيع 200 يلا اجمعي اوكي استني شوي 4 في 6 10 6-1-7 و9-16 طلع معي 4-4-460 صح؟ تمام صح شكرا منى. اوكي اطلع اكمل ولا خلي حدا ثاني يكمل؟ اوكي تمام جنب كملي بس ابي اكمل يلا سين بار هلا بتصير 64 او بحط جذر لا سين بار ما فيها جذر64 على 10 على 10 بتطلع يعني 6.4 تقريبا 6 تمام هذا الاشي الوحيد المسموح لك تقربيه اللي هو الوسط الحسابي تمام يلا بعدين بعديها هلا بدي اطلع عين تساوي يلا عين تساوي جذر جذر 64 تذكري احنا شو بنحط شوي يلا راح 460 استني هي القانون يلا سين تربيع ضربتها اوكي 460 ناقص 10 ضرب نون تربيع اللي هي 6 تربيع على 10 ناقص 1 10 ناقص 1 اوكي هلا 36 ضرب 10 يعني 400 يعني 100 على 9 جذر 100 على 9 اوكي ليش 100 مش 360 360 تمام 100 على 9 بيطلع كم 10 على 9 10 على 3 3 تمام طب التباين التباين هلا التربيع يعني بيطلع 100 على 9 100
على 9. طيب هلا أول سؤال، التباين تبعه طلع كم؟ 69 على 9 وهذا 100 على 9. مين فيه تباين أكثر؟ مين فيه اختلاف؟ يعني مين أكبر الرقم؟ 100 على 9 أكبر من 69 على 9، فالتباين بقسم التغليف بالرواتب راح يكون أكبر من تبشان تباين، يعني اختلاف. لما يجي يحكوا إنه في تباين بدرجات الحرارة بالليل والنهار بالصحراء مثلاً، بيحكوا في تباين بدرجات الحرارة، يعني الصبح درجة الحرارة كتير عالية وبالليل واطية. لما أحكي في تباين بالرواتب معناه في حدا من الموظفين راتبه كتير عالي وحدا راتبه كتير قليل، فهذا يكون في إيش اسمه إيش؟ تباين في الرواتب، اختلاف في الرواتب. تمام؟ أي رأى؟ لا بس نسيت أنا أنزلها. ماشي جنى؟ هيك احنا فعليا بنكون خلصنا مفاهيم الاحصاء كلياتها. بضل علينا بس شغله صغيره اسمها اثر التعديل. اثر التعديل ما راح ياخذ معنا غير 10 دقائق لانه هو مش شيء كثير صعب. فنحن فعليا ضايل لنا يعني تقريبا من 10 دقائق لربع ساعه بالإحصاء، بعدين ننتقل للإحتمالات. فنحن يوم السبت إن شاء الله رح نخلص إحصاء ونبدأ إحتمالات. هلأ بدي أراجعكم على السريع بالقوانين عشان إذا بدكم تكتبوها هيك ورا بعض عشان تكونوا عارفين كل واحد لشو. أول قانون اللي هو قانون سين بار، تكتبوا فوق بيانات مفردة، أوكي؟ بيانات مفردة وبتحطوا سين بار يساوي مجموع القيم على عددها، مجموع القيم على عددها. المدى الفرق بين الكبير والصغير، يعني أكبر مشاهدة ناقص أصغر مشاهدة. الانحراف المعياري لهاي المشاهدات راح يكون كل مشاهدة ناقص الوسط الحسابي تربيع، بجمعهم مع بعض وبقسمهم على نون ناقص واحد، يعني عدد المشاهدات ناقص واحد تحت الجدل. أما التباين رح يكون عين تربيع. هلأ نيجي لهون، لما يكون عندنا بدي أطلع على جدول تكراري، سين بار رح أطلعها من ضرب كل مركز فئة في تكرارها على بجمعهم على مجموع التكرارات. كيف أطلع مركز الفئة؟ بجمع الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على 2، أما المدى بيكون الحد الفعلي الأعلى ناقص الحد الفعلي الأدنى. بالنسبة للانحراف المعياري رح يكون عبارة عن جذر جواته سين تربيع ضرب تا، يعني مركز الفئة ضرب تا بجمعهم كلياتهم، بطرح منهم نون ضرب سين بار تربيع على نون ناقص واحد طبعا تحت جذر التباين راح يكون تربيع الانحراف المعياري. يعني خلص احنا اليوم ما راح يكون عندنا حصة إضافية. تمام جود عندك سؤال؟ لا كنت أسأل إذا راح ناخذ حصة على 6 بس خلص الحمد لله. لا خلص اليوم ما في. ياسمين كنت أسألك كمان زي جود يعني بس عشان الحصة الإضافية. تمام. رانيا مساعدة تكتبين لي القوانين كلهم نفس ما عملتي هذيك المرة؟ طيب ماشي بس هم موجودين بالبوربوينت رانيا، هم مش كتير كتار 4 أو أوكي تمام 6 بس برجع بكتب لكم إياهم بس أوكي تصبروا علي. ماشي تمام شكرا.